صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر الملكي رقم 9 لسنة 2020 بتعيين مستشار لجلالة الملك. جاء فيه المادة الأولى: يعين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشارا لنا للشؤون الدبلوماسية. المادة الثانية: على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.